هاجمت ممثلة مصرية حالة شيحال فنان سعد المجرد بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وذلك عبر منشور كتبته عبر حسابها الخاص على تويتر. وأكدت حالة من خلال تدويناتها أن المجرد لا يزال مذنبا رغم إخلاء سبيله، وعبرت بالقول: أعتقد أن المطرب المغربي سعد غير بريء. وكلام الفنانة هند عنه صحيح، فتكرار الحوادث يؤكد تورطه. يا ريت الفنان يحترم فنه ويكون قدوة لغيره. وفي سياق متصل، فقد سبق وأن هاجمت الممثلة التونسية هند صبري الفنان المغربي سعد المجرد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد انتشار أنباء عن اعتقاله لتورط في الاغتصاب مرة أخرى، معتبرة أن صاحب أغنية غزالي لا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد. وفي جديد قضية المجرد، انسحب محامي القصر الفرنسي إيريك دو موريتي عن مؤازرة المعلم بعد أن كان يدافع عنه في قضيته الأولى بفرنسا. ورفض المحامي إيريك دو موريتي الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى عدم تمثيل الفنان المغربي المتهم في قضية اغتصاب جديدة. وكان سعد المجرد قد اعتقل صباح يوم الأحد الماضي على خلفية اتهامه من قبل فتاة تبلغ من العمر 29 سنة بالاغتصاب، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بسانتروب يوم الثلاثاء الماضي متابعته في حالة صلاح مقابل سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة فرنسا، إلى جانب إخضاعه للرقابة القضائية مع أداء مبلغ قدره 150 ألف يورو كغرامة. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.